القلم الصحفي بقى للأستاذة نورة، أيوة. هل تأثر بالقلم الأدبي خاصة في النقد، مثلا ما تيجي تكتبي عن عمل أدبي معين أو عن موضوعات مختلفة؟ طبعا، يعني أنا مش من هواة استخدام المصطلحات المعقدة، ومش من هواة استخدام الجمل المركبة المعقدة اللي احنا ممكن نشوفها في المقالات النقدية بالذات دلوقتي. أنا من أنصار السلاسة في كل شيء، حتى في النقد يعني. فأنا لما بكتب عن عمل، ودي مش مهنتي، أنا بكتب بحاجة نقد انطباعي، يمكن أكتب بنفس الشيء، بكتب عن مشاعري، ما الذي شعرت بيه وأنا أقرأ هذا العمل، إيه الأشياء اللي ممكن ما يكونش الكاتب يقصدها على فكرة، لكن ده تأويلي أنا، ده اللي وصلني، ده اللي حسيت بيه، دي الأشياء اللي بدأت أفكر فيها. أنا أحب الكتابة بالشكل ده. فيعني أنا يمكن مقلة شوية دلوقتي، زمان كنت بكتب نقد أدبي أكتر من كده، بس الزمن بقى والتغيرات. لكن حضرتك مدير تحرير موقع نواعم. هو موقع نسائي، مش موقع أدبي. أنا بكتب فيه عن الأزياء، ودي حاجة بعيدة تماما، يعني يمكن متعلقة شوية بمجال ديكور برضو. بمجال في فنون جميلة، صحيح. لكن الحقيقة الأزياء ليست تافهة، الأزياء تسجيل لتاريخ الحضارات والمجتمعات كلها، والحراك مجتمعي والثقافة كمان. يعني قد إيه بيبقى في عروض أزياء بتتحدث، يعني وانت بتكتب عنها انت بتكتب عن ثقافة البلد كلها. فده شيء مفيد كمان، لانه بيخليني ارصد برضو تغيرات بتحدث في العالم عن طريق الازياء اللي ده. صحيح. وهو ده الحقيقة علم العلامات اللي انا بدرسه في فلسفة السيميولوجيا، الازياء جزء كبير منها. جميل. النقد له احيانا يكون له دور في حياة المبدع وفي ابداعه، سلبي، واحيانا يكون له دور ايجابي. صحيح. هل حدث ده بالنسبة لحضرتك؟ سؤال صعب جدا. يعني أنا أحب طبعا إن أعمالي تلقى قبول عند النقاد، طبعا ما حدش يبقى يعني هيقول لأ أنا مش مهتم بالنقاد، أنا عارفة إن ده بيتقال، لكن الحقيقة لا، أنا أهتم وببقى مبسوطة جدا لما النقاد يكتبوا عن رواياتي أو عن أعمالي. بس هل لو ما حصلش، هل ده يقلل من جودة العمل في شيء؟ لا، لأن لما زي ما كنت بقول لحضرتك، رسالة من قارئ بتقولي إن العمل ده غير لها حياتها، او خلاها تفهم العالم بشكل مختلف، او خلاها تاخد خطوات فعليه انها تغير حياتها، ده يكفيني. انا مهتمه طبعا براي النقاد، وعلى عيني وعلى راسي. يمكن في هم معذورين لان عدد النقاد قليل جدا بالنسبه لعدد الكتاب في مصر، انا عارفه، بس انا احب انهم يكتبوا عن رواياتي. ولو ما حصلش ما بزعلش، يعني انا اصلا ما بقتش ازعل على حاجه خالص. انا عندي سلام، تصالح. دي عبارة أكيد يعني بتختبئ وراها تجربة إنسانية كبيرة، ما بقتش أزعل على أي حاجة. أصل في أحيانا، يعني ما هياش بقى بارانويا وما هياش حاجة، لكن أحيانا بيتم التعامل مع الكاتبات بشكل أقل شوية من الكتاب، أو يعني بيتم تجاهلهم شوية، بيتعاملوا مع الكتاب في الأقاليم بشكل أقل شوية من الكتاب في العاصمة. دي حاجات حقيقية، يعني ما هياش، ده مش تجني مني ولا هي هستيريا ولا هي حاجة مش موجود، دي أشياء حقيقية خلاص أنا تقبلتها، فما بقتش تضايقني. يعني كان في صحفية بتسألني على موضوع الجوائز مثلا، الحقيقة الجوائز ما تهمنيش، بس احنا لو بصينا الإحصائيات كده هتلاقي ان معظم اللي بيكسبوا جوائز كتاب رجال. الكاتبات بياخدوا مركز تاني وغالبا منصفة، يعني كأنه طيب ما يستاهلوش. ليه التصنيف ده يا استاذة نورة، ومع انه الابداع هو ابداع انساني؟ لا والله ما اعرفش، يعني احنا محتاجين عالم اجتماع يدرس لنا الموضوع ده. انا بشوف تعليقات كتيرة جدا على جروبات القراءة من قراء بيقولوا ان انا ما بحبش كاتبات، ما فيش كاتبة بتعجبني، يعني طب انت قريت لهم؟ لا. طب ما احنا عندنا لطيفة الزيت، وعندنا رضوى عاشور، وعندنا منصور عز الدين، وعندنا امام مرسال، يعني انت جربت تقرا لهم؟ وحتى في النقد ايضا هناك اقلام نسائية ناقدة طبعاً في منتهى الجمال، طبعاً وتكتب دكتورة شيرين أبو النجا، وعندنا نشوى أحمد طبعاً. بس في ميل كده فطري تقريباً، إن هو ما عندوش هذه الثقة، يمكن مش عارف.